قال بعض الصالحين لولده: لا تنكح من النساء ستة، لا تتزوج من النساء ستة، أي تجمع ست صفات: لا تنكح أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة ولا شداقة. الأنانة كثيرة التمارض التي تتمارض تدعي المرض، كثيرة التمارض التي تكثر عصب رأسها وتكثر الأنين والتوجع. والمنانة هي ذات المال التي تمن على زوجها تقول: فعلت لك كذا وفعلت كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا. والحنانة هي أن تكون ذات ولد من غيرك فهي تحن إليه كل وقت. والحداقة هي التي تحدق في الأشياء، كل الأشياء، لتشتريها لها وتطالب زوجها بذلك على أكثر من طاقته. والبراقة هي التي تلحظ الرجال، كثيرة النظر إلى الرجال. والشداقة التي تكثر الكلام، ضربة اللسان، فاحشة المنطق. يقول إلياس عليه السلام: لا تنكح من النساء أربع، وانكح من سواهن: المختلعة والمبارية والعاهرة والناشرة. المختلعة هي التي تطلب الخلع من زوجها من غير بأس، دائما تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، وزوجها مع ذلك يحبها. والمبارية هي التي تباهي غيرها، تفتخر على غيرها بملابسها، تطالب زوجها بثياب غالية فاخرة حتى تفاخر غيرها فتكثر الطلب لزوجها. العاهر أي الفاجر، التي تعرف خليلا وخدنا غير زوجها والعياذ بالله. والناشر التي تتعالى على زوجها بالفعال والخصال. يقول عطاء الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من جهد البلاء: جار سوء، وإمام جائر، وامرأة يكد عليها زوجها وهي تخونه. زوجها يخرج إلى العمل وهي تدخل الرجال، زوجها ينشغل بعمله وهي تنشغل بالهاتف، زوجة يكد عليها زوجها وهي تخونه. في حكمة داود عليه السلام: المرأة السوء مثل شرك الصياد، لا ينجو منها إلا من رضي الله عنه. سئل حكيم، أعرابي حكيم، عن شر النساء، فقال: شر النساء النحيفة الجسم، القليلة اللحم، المحياض، الممراض، أي التي تدعي الحيض وهي طاهرة، تدعي المرض وهي صحيحة، المصفرة، العسرة، المبشومة التي تأكل ولا تشبع، السلطة، طويلة اللسان، البطرة، النفرة، أي سريعة الغضب، سريعة الوثبة، كأن لسانها حربة، تجرح كل من تلقاه، تضحك من غير عجب، وتبكي من غير سبب، وتدعو على زوجها بالجرب، كثيرة الدعاء على زوجها. عرقوبها حديد، منتفخة الوريد، كلامها وعيد، وصوتها شديد، تدفن الحسنات وتفشي السيئات. إذا ذهبت إلى أهلها لا تكف عن شكوى زوجها بالسيئات والسوء، ولا تذكر له خيرا أبدا. تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان، لا توفر ولا تدخر، وإنما يدها مخرومة مصرافة، ليس في قلبها عليه رأفة. إن دخل خرجت، وإن خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت. كثيرة الدعاء عليه. وفي البيوت نساء لا تكف عن لعنة زوجها، كثيرة الدعاء عليه، قليلة الإرعاء، لا ترعاه ولا ترعى أولادها، تأكل لما دون أن تسمي، تملأ بطنها، تأكل كأكل البهائم، وتوسع ذما، ضيقة الباع، مهتوكة القناع، أي حجابها مهتوك، إن خرجت في السيارة فحجابها مهتوك عن الناس، مهتوكة القناع، صبيها مهزول، أولادها ضعفاء لأنها لا تهتم بهم، وبيتها مسبول متسخ من الزبالات، لا تجد مكانا تجلس فيه،
صبيها مهزول وبيتها مزبول، إذا حدثت تشير بأصابعها وتبكي في المجامع، تبكي في المجالس، في مجالس النساء دائما شكاية بكاية، بادية من حجابها، نباحة عند بابها، إذا قربت من باب البيت تسمع صوتها كصوت الرعد، دائما بكاية نباحة عند بابها، تبكي وهي ظالمة وتشهد وهي غائبة، قد دلي لسانها بالزور، لسانها دائما يتكلم الكذب والزور، وسال دمعها بالفجور، ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور. قال رجل: النساء أربع، ربيع مربع وجميع تجمع، وشيطان سمسمع وغل لا يخلع. أما الربيع المربع فالتي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وأما الجميع تجمع فالمرأة تتزوجها ولها نشب، والنشب أي مال وعقار، فتجمع نشبك إلى نشبها، تجمع مالك إلى مالها، المال مالك، مالك ومالها واحد، تجمع نشبك إلى نشبها. وأما الشيطان السمعمع فالكالحة في وجهك إذا دخلت، إذا دخلت تكلح في وجهك، والمولولة في أثرك إذا خرجت، المولولة في أثرك إذا خرجت. وأما الغل التي لا تخلى فهي السيئة الخلق الذميمة التي نثرت ذات بطنها، أي أنجبت منها أولادا كثر، إن طلقتها ضاع ولدك، وإن أمسكتها فعلى أنفك. يقول لقمان لابنه: يا بني إياك والمرأة السوء، إياك إياك والمرأة السوء التي إذا تكلمت أسمعت، صوتها عال، إذا تكلمت أسمعت، وإذا مشت أسرعت، وإذا غضبت سمعت، وإذا غضبت وبكت سمعت لأنيابها، فغدت مثل أنياب الفحل، إذا دخل عليها زوجها صكت في وجهه، وإذا خرج عنها لعنته في ظهره. وهذا غالب نساء اليوم إلا من رحم ربك، تبحث عن النساء الصالحات قليل إلا من رحم ربك، إذا خرج عنها لعنته في ظهره، كل شر ينقص إلا شر المرأة السوء، كل داء يبرأ إلا داء المرأة السوء. يا بني لئن تساكن الأسد والأسود، الحية السوداء أخطر الحيات، لئن تساكن الأسد والأسود خير من أن تساكنها، تبكي وهي الظالمة، وتحكم وهي الجائرة، وتنطق وهي الجاهلة، نعوذ بالله من شرها. ونسأل الله أن يصلح لنا ولكم زوجاتنا وأولادنا.